وينها؟ ما ادري وش الساعة بيدك تقول وين؟ اعوذ بالله كبير. الله لا يعمينا. اكثر شيء وانا بالثانوي دور القلب ومعي. ايه بيتي اي والله. نظارات امس ادورها ادورها. قد صار لكم مرة المرات في اختبار كذا تدخل وتجيب اسئلة ما هي باسئلتك؟ تنخم واللي صحيح عليكم تفكرون بالاسئلة. بسم الله عليك اللي داخل. انا دخلت وطرع ما اشوف ما ادري شو اسئله. انقلب بجنبي صح خطا اختيارات ما ادري ايش حرام. اي الغش حرام يا اخوك. حرام فعلا الغش حرام بس هذا مساعده مساعده كذا نظامك. لا والله انا عندي مبدا صراحه. ما شاء الله عليك. والله انا كامل ما لقى كامل يا مو كامل. لا والله كامل وجه والله. لا فيك ما تغش. احنا نغش بالمدرسه بالعربي. لا صدقني شوف محمد ما توقع من الناس اللي كانوا يغشون. الحمد لله دافور. لا انا ما اغش اني استغفر الله ما عصى الله. لا ما اغش اني محتاج اغش. انت اسكت بس انا احسها مبدا. انا مره مضات ايه ليش مبدا انت على هذا على مبدا مره انا مرات الثقافه الشفر مثلي استغفر الله هذول ما يغشون ثقافتهم عالي. انا ما عمري غشيت ولا غششت لكن يعني استغفر العظيم اغشش بالطريق بكيفي يعني على مزاجي على مزاجي. جاء مره واحده راي ما اعرف الا اغششها شو اللي قابلني استكبر. خلنا نركز الوار. انت اكبر منها صح؟ اصبر انك رجال وعشبه وعوارض شوف كيف. خلاص انت بس بتعطيني شاهي بس عشان اعرف التوقيت. انا بزب لك. كيف الحركه؟ المشكله كلكم مجموعتي يا عيال. انت مجموعه ثانيه. عز الله فلحته. لا بعد قوتي الثانيه. لا صح مجموعكم معكم مو معنا؟ لا مو معنا. شو عندك تاكلون معنا؟ شو عندك تبدي ديك؟ افا هذه ولا احنا مكملين لبعض. اسمع فهي دق يجي من ورا يدق الكرسي. اول ما يدق الكرسي سكت. ثاني مره سكت. ثالث مره قلت ما نبغش. اعوذ بالله. بعدين قلت لا حول ولا قوه الا بالله. وش في الدكتور؟ قلت لا ولا شيء. تخيل ما اعرفه نهائيا والادهى والامر انه اصلا كان يتجاهلني في الجامعه. اوه يعني الحين يوم جاء وقت المصالح اقسم بالله انه يدخل كذا بيننا يسلم على ربع الشباب كذا يتجاهلني يسحب عليك. ايه يعني مو هاضمني اصلا. تمام يوم جاء الان قام يبدا يغش. ايه حلو. طيب يا ولد اشرب زين. قبل اختبار ثاني قام وقت غششني. تمام قلت له من معي؟ كان معك فلان فلان. قلت انا فلان فلان. ايش بلاد عاد تطلع؟ خلاص صيفتي لا المعك الحين على اذنك ذي السنه. يا حلا بس بس نووو خلاص 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 عبد الرحمن اسلم معك. فقلت له من معي؟ قال لا قلت له انت رجال تمر ما تسلم سلام الله. ايوه انت سلام الله ما تمر اغششك. انت قلت له كذا؟ اي تخيل راي دمر يدخل على في القاعه في الممر ما يعرف ما كان ما يعرفني. ما يستحي ذا والله اقسم بالله بجاهه بجاهه. بس بجاه بس صدقوني يا شباب والله هذا الكلام اللي بقوله الان والله ليس انه انا انسان نموذجي ولا انه شيء. لا فعلا والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ما هو غش هذا؟ طب صلي على النبي صلي على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يقول لك ما في شيء في الدنيا يستاهل ان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى منك. وعلى وش؟ على درجات. والله العظيم في مقطع شفته اول والله عجبني. يتكلم عن طالبه كانت تغش في الطب فكانت تغشش من جيبها تدفع رشوه للدكتور من هالكلام. وش الفكره المقطع يقول لك كانت تغشش وتعطي الدكتور فلوس واعطاها الدرجات شوي يوم تدخل العمليات وهي خلاص صارت طبيبه ولا الحاله اللي تجيها دي قدامه هو نفس السؤال اللي جاها في الاختبار بالغش ودفعت الرشوه بالغش وضاعت ما يدري شو ومات المريض. في بعض الاشياء يعني اثرها عليك سلبي صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المال اللي ينبت وكلنا نخطي يعني هو طبيعي الانسان ما فيها ما بحس معصوم كلنا نخطي واحد يخطي ده. بس انه لا احد يوصل رساله انه ترى عادي الغش. لا مساله عظيمه وشيء مصيبه يعني مو شيء بسيط. الله في الواحد لي لانه يعني انت مثل ما انت عارف ترى في اطفال في كبار في كذا الواحد يعني افشل ورسب ولا تخون الامانه. يا سلام ولا ويشد حيله باذن الله وش المانع بعدين يوم تبني يعني مالك ولا تخصصك من حرام وش اللي في النهايه اللي بتوصل له؟ والله شوف لا جد والله هذا حرام اللي انت قاعد تسويه في النهايه والله ربي ما راح يوفقك.
الله يوفق طلابنا اللي الحين في المدارس. الله يوفقهم. امين امين. يوم اثنين صح؟ الله يوفقهم. امين امين. آمين. فعلمك السالفه. اسلم. انا قطعتها قطع الله ورزق عدو. اقول ابوي اليوم بعد عند الرسول الله يشفيه. الله يشفيه والله انه ندعي له من المنبر. الله يشفيه يقوم بالسلامه. امين. يا رب العالمين. المهم. ما يرى باس ان شاء الله. وقلت انت ما تسلم عليه سلام الله. جيت الحين تبيني. الحين تبغى اغششك من؟ انا انت اغششك. والله لو انك عبد الرحمن السوية. والله العظيم. والله انك نواف. السالفة مو قطعتها ذبحت ودين اهلها. اسلم اسلم. المهم من قوة وجهته جا وراي. انا خلاص انا 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 ضغط ارتفع. التشت ها؟ في تيم رقمي. حوالي 60 طالب في القاعة. انا ما تصبر. ما ادري وش ما اتذكر. تخصص السالفة. ما اتذكر. خلاص انفجرت. اقسم بالله. قلت كذا قلت له يا رجل استعي وجهك خلني احل زي الناس زي الخلق. خلني احل. كذا قلت له. اي. اقسم بالله. هو يسم اقسم بالله سوى زي كذا وجهه راكد كذا. هو مثل شاير. وجهه صغير. والله يستاهل. ايش فيه ايش فيه اي سي اي انسان. جاد وتطلب نقله. بعد اللقاء خل الله احكي لك ايش صار انا. صار ضرب ضربه يا رجل انت شري لا بس يا اخي والله واضح انك شري حبتين صح؟ صح ولا لا؟ انت بكشر لا والله بس مو منطق لا لا مو قصد شر انك تروح مثلا عبد الرحمن شوي تروح تقده معه عض وتضارب لا انا صدامي عني شوي لا لا شلون اشوف قاسي لا يا ابن الحلال يعني ما يتحمل اي منفعل منفعل على طول يعني اسوي معك حركه بسيطه تلقى تنفعل على طول ضارب. بس ترى ذي الحركه تقهر وتكون لك سمعه سيئه وتكون لك سمعه سيئه اي بس شلون تضربته يلا عطى السالفه شوف طلع برا اي بصراحه طلع احنا كلنا ما شلنا الضارب نخطي طلع طلع معه اقسم بالله السالفه مو قتلتها ذبحتها طلع يا ولد تقول طاعه ب 60 عمرك شو فاصل 60 طالب انا اسف انا باقي بس قلت صالحته بالفسحه يا ولد طالب الرجع ما طلعوا معي هذا طلعوا طلع معي اكيد ما فيها كلام اصلا ينتظرك اي جامعة طيب احد الجامعات طيب فهد بدون دعاية يا اخي ايه بالمحل تعال الجامعة يا ابو جامعة سلام سلام سجل شباب الجامعة ادعوكم بالله كيف الجامعة طيب والله ما عندي خلاف طيبة تسلم علي والله ممتازة حلاوتها حلاوتها في بصرة بسطتها والله والله كانوا معي الوحدة المهم شنو القصة طلع برا ايش فيه ايش ما فيه الدق توم دت يمين يسار طرب انت جيت ولا هو جاك صراحة والله اي والله ليه ما هرب ليش ما تغشل يقولك الرجال جثة هرب ليش هرب لا يعني مش هيدخل الله يتوه ما جاني خلاص رجال طيب طلع معي يا فلان مع الدولة الحق قبل يدين يا ابو حمد اكيد اكيد نحتاج هذه هي طيب وش صار بعدها ضربة وكذا انتهت العلاقة يعني اصلا في علاقة اصلا في علاقة اصلا لكن مخطي من ساسه لراسه وعطوه شكل جاك جاحر تعهد تعهد تشهير اي اكيد اكيد وما ما سوى الحركه ذي لانه صار طلبت ما يشهرون الله والله التشهير مو حلو عندك في الجامعه يشهر يا لطيف مثلا انا اختبرت غششت ولا غشيت ولا دخلت مقال واحد تشهير بس يا اسمك في كل زاويه بس محمد بالله بالله ما اشوف انها ظاهره سيئه جدا يعني معليش يعني واحد يجتهد ويتعب ويذاكر ويجيب درجه وهذا يجيبه بالسهل والله شيء استغفر الله شوف استغفر الله تجي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انا اكره فكره الغش استغفر الله مو ان حرام استغفر الله العظيم لا لانه ظلم لا ظلم لانه انا جالس اسهر ابغى خيرك ما تحب نفسك انت لا 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 درجه كامله الخير مو احب الخير في شيء تحب الخير يحب الخير قبل الاختبار تعال اساله لين يسك راسك والله ما يحل لك بشيء لا ما اساله انا اسال دكتور اذا اللي بساله انت فزع لي لا فزعك ليش ما في فزعه هذا جهد هذا جهد ولكل استاذ مساعد يا اخي ساعد ما في احد يساعد بكره لما تطلع للناس في التخصص ما تفهمه انت متخصص انا باخذ هذا وبحطه تحت ثراي ابناء ارتاح من الجامعه ابي اسجل مدني ما بكره توظفت في وظيفه انت درست فيها كيف تدري امانه مثلا طبيب مهندس كيف تدرسين درس كيف درس قانون يا رجل درس لا ما انا ما اقول خش اورقه كلها كامله من سؤال حيرم بو صديقه ساعد ومساعد يعني السؤال هذا نظامك دقيقه دقيقه والله اني لو اني لو اني حاس صح خويي يبي لاعطيه بعد لك حاجه تخيل انا ونوار حلو نوار مشى بالغش او مشى بتمساعده
وانا وجه وانا اخلص وانا انا ما استعمل وانا مشيت بجهدي حلو مشيت بجهدي صرنا نفس الدرجات ليش بكره التوظيف ليش انا اتساوى مع الرجل اللي جاء طيب عادي وانت حاسد انت اكيد شيء طبيعي لا انا او لا طيب انت معه مش متوظف ولا متوظف ايش مو حرام التوفيق من الله لا التوفيق ماذا من اول مو بالان لا لا ما تكلم عن كذا انا ما قلت لك ادن والغش حرام عاد بشكل عام هذا واضح ما يتخالف عليه اثنين بيض الله وجهك انا ابي مثلا انت انا وياك اخوي بالجامعه اي اقول لك افطر لي اكثر ايوه اسمع لا المعك وين شبوه وين الشاه بريد افطر لا ابى افطر انا بعد روحي ما ماني مشاورك اسمع ابو حمد اسمع اول شيء ما ضريتك وين تبي؟ مساء الخير تبي تنام؟ لا انا ماشي بالدرب موفق شوف تمسحوا على خير يا جماعة الخير هلا وانت من اهل يا ذيب انت بتواصل عبد الرحمن داخل صح للصلاة ان شاء الله باذن الله ترى صح يعني انوار صح ذيب نايم ذيب منو ذيب؟ انت ذيب واضح انك ذيب تشوف لحظة انجز عاد انت لا حسيت انت ما عاد سكت يا رجل كل وانت ساكت ذبحت انا انا من غشيت خويي اول شيء ما ضريت احد هو ما ضريته يمني انا خذيت انا نقلت منك مثلا تمام انا ما ضريتك شيء زين خلينا نقول ما شتمتك ما صح. يعني سبيت احد ما اتفق معك فيها طيب عادي يا اخي مساعدي هذه ما هو غش تدري الغش وشو لحظه تمام يعني يوم انا ما ابي اتفرع لاني تقول كلمه لم تلقيها بات اخوي بك 70 خريف تمام انا ما ابي اتفلفش طيب زين اضرب لك مثال لا تضرب ليش مثال طيب دايخ واي شيء مثال يوجع اسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسيت سالفتي اي اضرب مثال اي من غشنا فليس منا ما الرسول ما يقصد انه باختبار بالجامعه ما شاء الله تبارك الله تدري وش يقصد يعني وانت ايش تدري؟ انا اقول لك الان يبي البضاعه مثلا ما اغشك بشيء حلو طيب هذه مساعده قال طيب حبه حبه الان على قلبي حبه حبه اسلم الان هذه بضاعه عندي تمام؟ تمام؟ حطيت هذا كرتون مثلا رمان اللي فوق زين واللي تحت خربان حلو هذا غش حلو تمام اعطيتك اياه قلت لك هذا بضاعه زينه تمام وانت اشتريته على الغش هذا تمام الان فرضا فلان من الناس قاعد واحد يغششه وطلع للناس انه درجاته عاليه وانه انسان مميز ويوم راح الوظيفه تقدم انوار وتقدمت انا كنت اغش مثلا تمام وانوار انسان مجتهد وذا وانا جاي درجاتي كلها بالغش ويوم جو ياخذون مني اخذوني انا لان انا درجاتي اعلى ليه شلون اعلى وهو نقل منك شلون اعلى؟ لا هو شخص ثاني وانا شخص ثاني هو في جامعه مثلا وانا في جامعه ثانيه وقدمنا انا درجاتي بالغش هو درجاته صدق واخذوني انا مو انا قاعد اغشهم هذه وانا عارف انه هذا مو مستواي ولا هذه درجاتي إيه؟ بكره لو مسكت الوظيفه انا اقل من نور احق مني إيه؟ هذا مو بغش نفس الرمان انت طلعت الناس شيء وانت مو بهذا الشيء اللي انت طالع فيه لا مو نفسه ابدا انت الان طلعت الناس اني انا درجاتي كويسه وحلوه وانت ما بطلع للناس يا اخي انا ما ابي انقلهم لك وشو بتتوظف طيب كل المواد يا اخي ما سؤال واحد ساعدني يا اخي ابو سؤال واحد مثلا سؤالين عطني ورقتك يا اخي حل لي وعطني اياها افرض الحين واحد سمعك مثلا وانت تقول الكلام هذا انا ما وراح يغش ترى تاخذ اثمه والله انا ما اقول الغش عادي اجل شباب انا اتكلم زين انه يا اخي الله ترى الدين بالعقل المبدي العقل اليسر عليه الغش حرام سواء في مدرسة سواء في برايم هنا سواء في القوة الثانية سواء في أي مكان الغش حرام أنا ماني قال شيء يا بعد قلبي قلبه قل لي لا إله صل على النبي اللهم صل على محمد قمنا أبشر شباك ما تعرف حدسي اسمع خلنا حدسي أنا ما أعرف حدسي لا قصدي ما تفهم منه أنا ما أعرف حدسي ألا ولك حدسك موزون من ذهب بس ما تفهم من. إيه؟ أنا أقول أدري أن الغش حرام يا أخي هذا إحنا تأملنا بالله إحنا ما شفناه أي والله بس من الكلام من العقل اي صح امنت والله هاي تسكت اي هشوا خريتها شو قد ما اختلف اعتقدك مختلف لا والله ماني مختلف والله مختلف طب اضرب لك مثال لا قبله وكان حسي شو الله عرفناه بالعقل ما شفناه بالعين تمام وامنا به تمام فهذا انا ادري الغش ما يختلف عليه اثنين ادري الغش حرام تمام انا اتكلم عن يا اخي مساعدة اخوك يا اخي كثر ما يحسي بسؤال واحد ان شاء الله ما هو غش يعني ما ضريت احد انت ما ضريت نفسك وانت نفعته والله انا هذا كلامي ولا ما احرض الناس يقول غش ولا الغش حرام انا والله معك يا رايد الغش حرام ولا اتفق يعني سواء في سؤال ولا سؤالين الغش كله حرام يمكن عاد هذا نظري انا بزعمي لو عندي واحد يطلب انا اقول امسك ورقتك اذكر الله لا اله الا الله الحين بسالك سؤال
لا اله الا الله. شفت مثلا القوة الثانية ولا البرايم؟ تخيل الان برايم فيه 6 اشخاص وكل من مجموعتنا حلو. انوار سئل سؤال في البرايم قمت انا غششته. وجاك السؤال وانت نفس مجموعتنا وما حد غششك. تمام؟ غش ليه ما تغشش؟ اي طب بس اقول لك مثال كمثال. تمام؟ طب الان انوار لو بقى مثلا بقى في القرية او في المنتجع فيكون السبب اني انا غششته، ولا يمكن انت احق منه. الغش يظلم ناس. لو هو سؤال واحد ممكن انت تاخذ درجه اعلى مني وحرام ما تستحقها. انا اشوف انك اذا صرت على النيه بدون ما تغش انها برك، لو حتى ما ذكرت الله بيوفقك. من خلقت ولا على النيه. اقول لك شيء، الحمد لله. وانت يعني ومثلك من يعلم ذلك. الان يقول لك رزقك زي اجلك، الرزق جايك زي الموت، والله ما تموت ولا انت مستوفي حقك. فالواحد يخلص في هالنية في الدنيا ويطلع هو ما عليه ذنوب ولا معاصي، مو مستاهل واحد انا غش عليه وش سؤالين. الله بيعوض خيرها. شوف من ترك شيئا لله ايش؟ عوض الله خير. الله اكبر. بس اتركها لله وقل يا رب انا ماني اقدر اغش لكني تركت الوجه الكريم، والله ربي لا يعوضك، ولانه يعطيك بدل هذه 10 بس والله. وتدخل الحمد لله في رحمه الله. وما تدري يعني احنا كل شيء كنا نقول اول يا ممكن عمل واحد الواحد لا يلقي له بال واعوذ بالله يدخله جهنم، وعمل ما يلقي باله يدخل الجنه. فالواحد يعني يسعى في هالدنيا. شوف ما احنا كاملين. كلامك انا اول واحد فيني من العيوب ما الله بعلم، والله ساتر عليه، واسال الله ان يتم عليه ستره. امين. في النهايه كل واحد من الله ساتر عليه، كلنا عنده ذنب، ما حد كامل.